السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله، معكم طارق الجاسر. زي ما عودتكم في كل شهر لينوفو يرسلون لي تحدي لعبة ابيكس ليجندز. هذا الجهاز اللي معي هو ليجن 7i. تحدي اللينوفو معي تدخل على لعبة ابيكس ليجندز. مختصر التحدي انه الشخص اللي تنتصر عليه وتهزمه تاخذ سلاحه وتكمل، وتنتصر على شخص ثاني وثالث ورابع. وهذا التحدي بعد بوجهه لكم، وان شاء الله بتربحون معنا سماعة مقدمة من لينوفو، سماعة احترافية مخصصة للاعبين، وهي H300. وان شاء الله فالكم الفوز، ولازم تشاركون في هاشتاج اظهر قوتك مع ليجن. لا تنسون تسجلون النتيجة، كم عدد اللي انت انتصرت عليهم. نبدأ الحين في تحدينا مع لينوفو. من بختار فنانة هذه ولبستها ذهب، انا يعني هذه السكنات اللي نشتريها، طبعا نفس الشخصيات لكن يكون بسكن مختلف او ملابس مختلفة. يلا على طول، ما في اي وقت او فرصة للانتظار. يلا الحين بطلع للشباب فوق بعد ما جمعت كم سلاح، بس اتوقع بقابل احد هنا. I am repairing myself. The enemies are shooting at me. I am down. Oh. طيح. اوكي بسرعة سلاحك. اخذت سلاحه بعدين انقتلت. طيب مو مشكلة، الحين بينقذني ان شاء الله احد من اخوياي. هذا هو التحدي بكل يعني اختصار وبساطة، راح كل فريقنا. هذا بكل اختصار التحدي، وما في مشكلة ترى انكم تشاركون سواء في ببجي، كول اوف ديوتي، ابيكس، اي لعبة. الاهم انه يكون تتناسق معها طريقة، يعني انك اذا انتصرت تقدر تاخذ سلاح الشخص الاخر. اتمنى تشرفوني على قناتي على اليوتيوب، على التويتر. هذه اطيب تحية، كان معكم طارق الجاسر، في امان الله.